الصحة نعمة أنعم الله بها علينا، فهي أغلى ما نملك في هذه الدنيا، ولا يمكن تعويضها بكنوز الأرض. فإذا فقد الإنسان صحته فقد كل شيء في هذه الحياة، فيجب الحفاظ عليها من كل سوء، والعناية والاهتمام بها من جميع الجوانب عن طريق اتباع العادات الصحية والسليمة. ومن هذه العادات الصحية التركيز على وجبة الإفطار، لما لها من فوائد عظيمة وصحية تعود على الجسم، فهي تساعد الجسم في الوقاية من الكثير من الأمراض التي قد يتعرض لها جسمك. وتساعد وجبة الإفطار على قدرة الشخص على تنظيم وجباته الغذائية. وعند القيام بتناول الوجبات الغذائية يجب تجنب حدوث تخمة في المعدة عن طريق تناول كميات تفوق احتياج المعدة من الطعام، وبالتالي حدوث سمنة عند هذا الشخص. ولتجنب حدوث ذلك يجب القيام بتناول الطعام بطريقة بطيئة والتوقف عن الأكل في حالة الشعور بالشبع. وأيضا يجب عليك الابتعاد عن المقالي بكافة أنواعها، لأنه عندما يتم تسخين الزيت على درجة حرارة عالية يؤدي إلى تحوله إلى مواد خطيرة ومسرطنة، وتعمل هذه المقالي على حصول الجسم على نسبة عالية من الدهون، وبالتالي حدوث سمنة في الجسم، والتي تؤدي إلى الإصابة بكثير من الأمراض. وعدم الإفراط في تناول الحلويات والسكريات، فيجب عليك تناولها بكميات معتدلة وحسب حاجة الجسم لها، وعدم تناول الحلويات عند الشعور بالجوع، لأن الإفراط في تناولها يؤدي إلى زيادة نسبة السكر والدهون في الجسم، وبذلك يصبح جسمك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. وأيضا احذر من الإفراط في تناول المشروبات الغازية، واستبدلها بشرب المياه والسوائل الأخرى والتي يكون لها فوائد للجسم. ويجب عليك دائما ممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر، فتنشيط الدورة الدموية يحفظ جسمك من الأمراض. ويجب عليك تناول الوجبات الغذائية الصحية والتي تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، والابتعاد عن تناول الوجبات السريعة لاحتوائها على سعرات حرارية عالية ونسبة عالية من الدهون، وبالتالي إصابة الجسم بالسمنة والتعرض لكثير من الأمراض. وتجنب التوتر والقلق العصبي والنفسي، والعمل على تهدئة الأعصاب، والتفكير بطريقة إيجابية، وتجنب التفكير بطريقة سلبية، لأن ذلك يعمل على إرهاق التفكير والعقل. ويجب أن تحصل على نسبة معينة من أشعة الشمس لإمداد الجسم بالفيتامينات التي يحصل عليها من أشعة الشمس. وعند تناولك للطعام يجب عليك مضغه بطريقة صحية وجيدة للتمتع بصحة جيدة وخالية من أي مشاكل صحية. ولمتابعة المزيد اشترك في القناة واضغط على زر تفعيل الجرس.